السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ عساكم صحة وسلامة. وعلي زارس معكم في هذه الحلقة اللي بستعرض فيها بوكيمون جو. صراحة ما راح يعني اشرح لكم البيسكس وكيف اللعبة وايش وضعها، ما يحتاج النت مليان عن هذا الشيء، لكن بستعرض الشخصية اللي عندي وايش عندي وايش ما عندي، لان في البعض يسألني يقول لي انت كم ليفلك، وين واصل، ايش عندك ايش ما عندك، فحبيت اشارككم. منها نعمل ايفولف لبعض الشخصيات ونعمل باور اب لبعض البوكيمونات مع بعض، فخلونا نشوف. فقبل كل شيء طبعا انا واصل ليفل 29 حاليا. اوريكم البوك ديسك، كم بوكيمون حد الان. 92 بوكيمون اللي اعرفه، عدد البوكيمونات 151. انا لحد الان اللي شفتهم 92 ولا صدتهم 92، يعني الحمد لله ما فيش نحشات، وهذه البوكيمونات اللي موجودة عندي كاملة، فان شاء الله نحن نجيبها كاملين. الايتم عندي طبعا الماكس بوشن، ما يعني ما اجمع، لان الشنطة عندي 500 ما وسعتها اكثر، فما اجمع الا الاشياء اللي مرة مرة مهمة او العالية. الماكس بوشن عندي 80، ريفايف 60، لاكي اكس 7، انسينس 5 اللي هو العطور. البوكي بول، تشوف البوكي بول عندي 9، الجريت بول 5، لاني قاعد اجمع في الالترا بول 288، لانها صراحة تعطيك يعني صيدة يعني، فشي ممتاز. اللور عندي 7 والبيري 36، فاعتبر نفسي ممكن اوسع الشنطة اكثر عشان اجمع اكبر مقدار من البوشن. الان خلونا نشوف البوكيمونات اللي عندي عن طريق السي بي باور. اعلى بوكيمون عندي هو اللابراس، هذا اعلى بوكيمون عندي 1677. وعندي الستار ماي تاروس، يعني هذا المجموعة اللي عندي حاليا. خلونا نشوف ايش نقدر نسوي باور اب وايش نقدر نخلي. عندي بوكيمونات واجد هنا مكررة، فبحاول زي بيجي مليان، والكاندي عندي مرة مليان 422، فبستفيد منه يعني. دائما البوكيمونات اللي زي كذا تجمعها، الواحد يستفيد منها بحيث انك تعملها ايفولف. الايفولف راح يعطيك اكس بي، فطبعا قبل لا نعمل الايفولف لازم نشغل اللاكي اج. اللاكي اج ليش نشغلها؟ عشان تعطينا دبل اكس بي. ف كذا شغلنا اللاكي اج، الحين نروح على البوكيمونز ونبدا نعمل ايفولف وكذا. طبعا ما راح اصور كل المقطع، بعطيكم تفاصيل منه. فخل نعمل باور اب لللابراس عندنا، نشوف كم ياخذ. يب قول له يس. وصل 1718. اوكي الستار ماين، الستار ماين ما عنده ايفولف، ونقول له باور اب. اتوقع الستار ماين ممكن نرفعها زيادة، حلو. بس انا كذا بشكل سريع ممكن اللابرس بقعد ارفع فيه، عنده كاندي، عنده 52 كاندي، فممكن ارفعه تقريبا 25 مرة، فبحاول ارفعه 25 مرة بشوف كم اقصى ليفل يوصل له. طبعا بوريكم في اخر المقطع. احنا نبغى نشوف البوكيمونات اللي طبعا اغلبها هنا عملت ايفولف قبل. هذا سايفر، هذا شكله غريب تنقل. عندي هنا البنس، بنس بنسيو اللي يذكره في الحلقات الاولى من بوكيمون. سلوبوك
اسلوبه ممكن اعمل له هنا ايفولف، فخلنا نعمل له ايفولف ونشوف ايش راح يطلع لنا. نقول له ايفولف، دو يو وانت ايفولف؟ يس. قول له خلنا نشوف. صار عندنا سلو برو و 1764. واو، very nice صراحة، شيء روعة يعني من القزم هذا. طبعا أنا هنا ما أدري هل الكاندي أستخدمه هنا 50 كاندي عشان الإيفولف، فهل أستخدمه أعمل له باور أب أو اعمل لهم ريفو واستفيد من ال 500 اكس بي. انا عندي اني احاول اني ارفع ويكون عندي بوكيمونات قويه عشان لما تحارب في الجيم تكون قدها. فدائما احب ال دائما احب انه يكون ال لابروس تاروس فيزيتاك. هذا عندي كمية كبيرة من ال الكاندي، فمجمع كمية كبيرة جدا. قعدت أجمع فترة، فقلت عشان أسوي الفيديو فما سويت أي إيفول أو واو أب، فقلت أسوي معاكم. نشوف كم أعطانا الليفل سي بي باور، 1344. عندنا البيدجي والراتس، هذولا يعني مرة مليانين عندي. البيدجي الحلو فيه انك تقعد تطور فيه الى الليل، لان 12 كاندي وسهل تصيده، ونفس الاكس بي نفس العالي. حاول البوكيمونات الصغيرة هذه تجمع منها قد ما تقدر، لأنك أنت راح تقدر تجمع منها قد ما تقدر وتستفيد من الـ XP عشان تقدر قد ما تقدر. أنك هنا 50 الراتتا الفار دي 400، هنا 25 مو مشكلة، نستفيد من الليبول ونطوره شوي، نكبر الفار. يا سلام، خوش شكل. طبعا الحين انا بقعد اطور وكذا عشان ما طبعا نص ساعه كثير على اللاكي ايج، فما راح اصور المقطع نص ساعه، فراح اطور اللي اقدر عليه وامشي اللي اقدر عليه، وراح ارفع ليفل اللابراس والمخلوقات العاليه هذا عندي، واشوف اقصى ليفل راح يوصل معي اليوم. وجهناكم من جديد. طبعا كميه البوكيمونات كثيره جدا اللي قاعد نحاول نسوي لها ايفولف صراحة، لكن مرة كمية مرة كبيرة. فحبيت اوريكم فقط اعلى شيء وصلت له لما عملت الباور اب. فحنشوف اعلى شيء الان اللابروس وصل عندي 2390 والسلوبرو 2223، فمرة شيء جميل. لكن وقفت مثلا زي التاروس، ما اقدر اعمل له اي باور اب لان لازم ارفع الليفل حق الترينينج عندي، يعني لازم يصير ليفل فوق 29 30 31 كذا. كل ما رفع الليفل ترينينج كل ما تقدر تعمل ليفل اب للبوكيمون او باور اب للبوكيمون بشكل اعلى.
فهذا يدل ان كل ما ارتفع ليفلك كل ما زاد ليفل البوكيمون. لحد الان اعتقد 2390 جميع الجيمز اللي حولي ما حد وصل الرقم هذا، فشيء حلو نروح نقضي عليهم. فأتمنى أن هذه الحلقة السريعة كذا نعجبتكم. أدري ما فيها ذيك، بس يعني حبيت أشارككم هذا الشيء في الجيم هذه. جولدارك. وإذا في أي شيء آخر يعني بخصوص هذا الجيم تعطوني خبر، اللي يحب يعني يعرف تيبس مع أي شيء في الجيم، مع إن النت مليان لكن في طرق أخرى. يعني مثلا اللي يبغى يلفل من ليفل واحد في الجيم إلى ليفل 25 أو 20، خلينا نقول 25 في يوم واحد فقط، في طريقة لهذا الشيء. بس كل المقطع هذا يوصل عدد لايكات كبيرة، يعني دليل اهتمام، وابشروا بعزكم. الى هنا وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى لا تنسونا من الدعم، لايك شير سبسكرايب، ولا تنسون المقطع يوصل عدد لايكات كبيرة عشان اقول لكم السيكريت في الليفل اب. فنشوفكم على خير. السلام عليكم.